الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا من حسن كيس كعالم همدي شمعیست که جان هم همه پروانه است هر کجا می نگرم نور رو خش جلوگرست هر کجا می گذرم جمله از آخانه خانه خانه حسین دهه عاشورای ابا عبدالله علیه السلام جمع دوستان سید الشهدا زیارت عاشورا را زمزمه می کنیم هم از جانب خود هم به نیابت حقداران در خاک خفتیم پدران و مادران ولایی که سر به تیره تراب فرو بردند قربتن الالله بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبدالله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك
يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد البصيرين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقي وبغي الليل والنهار. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله يا أبا عبد يا أبا عبد الله. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم إلى يوم القيامة.
ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاتبا ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عزم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن هربكم
و ولی لما علاکم و عدو لمن آدایاکم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم الصدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام هدى مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد اللهم محياي اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللئين ابن اللئين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم من أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين
و هازا یوم فرحت بهی آل زیاد و آل مروان به قتلهم الحسین صلوات الله علیه. اللهم فزائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالمبالاة لنبيك وآل نبيك عليهم وعليهم السلام. میخوام به نیت صد بار این عبارت رو همه با هم زمزمه کنیم، بیاد آن ساعتی که وقتی ابی عبدالله روی خاکهای کربلا در خون خود دست و پا میزد، اون نالجیب مردم هل هل میکردن، شادی میکردن، زمزمه کردیم هازا یوم فرحت بهی آل زیاد و آل مروان به قتلهم الحسین صلوات الله علیه. لشگر دارن کف میزنن، اون خواهر داغ دیده نظاره میکنه، یا با عبدالله دلمون برای حرم با صفای شما تنگه، حسین جان چه دید عقیلت العرب، چه گذشت بر اون خواهر ستم دیده. از پشت خیمه دیدم هر سو ره تو بستم، با سنگ های کینه پیشانیت شکستن. جانم حسین، حسین جان، جانم حسین، حسین جان، جانم حسین، حسین جان، جانم حسین، حسین جان. آخی اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين
و شایعت و بایعت و تابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا مئت مره. حالا میخوایم سلام بدیم به ابی عبدالله و یارانش. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين مئة مرة. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. صورت ها و پیشانی ها روی خاک. اللهم لك الحمد و حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. هدیه به روح بلند حضرت سید الشهدا علیه السلام و ارواح یاران با وفایش. باز هم صلوات بلند ختم بفرمایید.